تابع معك استاذ طارق. كنت تتحدث قبل ان انتقل الى زميله ريبيكا الى انه ستستمر هذه الحرب، سيطول امد هذه الحرب اقل الى ان يدرك نتنياهو انه ترامب حليفه سيصل الى سده الرئاسه الامريكيه بحسب نتائج الانتخابات المقبله. ولكن كان لافت انه بزياره وزير خارجيه ايران حسين امير عبد اللهيان الى لبنان، وهذه هي الزياره الثالثه منذ بدء الحرب على غزه، كان يتحدث عن انه الحل السياسي في المنطقه قادم وليس متشائم بشان ما يجري في غزه. من اين اتى بهذا التفاؤل؟ هو في مفاوضات، يعني اساسا قبل حرب غزه كان في هناك حصل ديل ايراني امريكي، يعني طبعا بالمفاوضات غير المباشره، وعلى اساسه صيغه يعني معادله انه الدفع باتجاه عدم توسع الحرب. اذا لاحظ الموقف الامريكي من كان، على الرغم انه كان الذي اعطى رخصه القتل لاسرائيل اذا جاز التعبير واعطاهم انه روحوا اعملوا عمليه ضد حماس وكذا، لكن رجع تراجع وبلش يحكي بعدم توسع الحرب، انه تبقى كما هي، وانه بالجنوب ما تبقى بها الحدود، وانه وصار يبعث رسائل. يعني الاساطيل اللي بعتها بالبحر اللي ارسلت تحت عنوان التصدي لمحور المقاومه وكذا، وانه اذا بده يتدخل، كانت لطمانه اسرائيل اللي شعرت للمره الاولى بتاريخ النزاع العربي الاسرائيلي انه هي في خطر. وهون المناسبة العقل الجمعي الإسرائيلي هلأ بيقول أنه نحن ب73 واجهنا حرب وجودية كانت وقتها اليد الطولة للدول العربية، أنه كانت شعرت بخطر وجودي إلى درجة أنه بالأيام الأخيرة الحرب هددت باستقبال القنبلة النووية. والآن يشعر الإسرائيليون، العقل الجمعي بيقول نحن عم نواجه نفس الحرب الوجودية هذه. فالإسرائيلي ليش عم أقول لك إنه أنا ما شايف إنه القصة بتنتهي هيك، ما راح تنتهي، يعني لا الحماس مستعدة تنتهي إلى فشل، ولا نتنياهو قادر إنه يوصل لنتيجة. إذا وقفت الحرب بكرة نتنياهو رقبته على المقصلة المحاسبة، محاسبة مزدوجة، محاسبة على ملف القضاء السابق وعلى ملف الحرب. لكن كيف لنتنياهو أن يكمل هذه الحرب بلا اقتحام رفح؟ لحظة، هو إذا اقتحامه لرفح بده يحاول يطبق على غزة نهائيا، أنه أنا عم خوضها بخان يونس في الوسط أو قبل الشمال والوسط، ورفح هي الجنوب. نعم، إذا قدر يقتحم رفح، وأنا بستبعد ذلك، بيكون يعني أربك المقاومة الفلسطينية بغزة وتحديدا حماس، يعني أوقعها بإرباك، بس لكن مش راح ما بيقدر يسيطر، يعني بيفوت بس ما بيقدر يسيطر، بدليل إنه لحديت هلا المعارك بعدها مستمرة بشمال غزة اللي قال إنه هو سيطر عليها، وبوسط غزة اللي قال إنه سيطر عليها، بيفوت على مناطق وبينسحب من مناطق ليه؟ لانه مش عم يقدر يسيطر. فالوقت بيحكي الوزير عبد اللهيان انه في تسويات تطبخ على نار هادئه او متوسطه او ما بعرف كيف، في تسويات حاصله ستحصل في المنطقه. اللي عم بيشاغب على هذه التسويات هو الاسرائيلي اللي ما بده تسويه اصلا بالاساس، ما بده اتفاق ايراني امريكاني لا عن نووي ولا عن غير النووي، وهو صاحب الدعوة الدائمة إلى ضرب إيران وما برنامجها النووي وكذا. لكن اللي حاصل إنه هلأ الإدارة الأمريكية دخلت في مدار الانتخابات الرئاسية مباشرة، يعني أو هلأ أو بعد أو شهرين راح تفوت من هون الأمريكاني عم يدفع باتجاه إنه تحصل هذه التسويات، طبعا بالتعاون لذلك جولات الوزير الخارجية إذا لاحظت وزير الخارجية عم بيركز على شو، إنه نلاقي حل، لأنه ما عاد بده، إنه أعطيتك يا نتنياهو أعطيتك فرصة شهر شهرين ثلاثة على أساس إنه تخلص تحقق أهدافك من هاي الحرب، أنت خلص عديتها، أنا ما بقى فيني أتحمل أكثر من هيك. نعم.